هذا البرنامج برعاية بنك بروة. مشاهدينا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من مرابحة، البرنامج الذي يعنى بالقطاع المالي الإسلامي. بداية مع العناوين: الصناعة المالية الإسلامية تمتلك 318 صندوقا استثماريا تدير أصولا تزيد على 300 مليار دولار. ورئيس مركز تميز الخدمات المصرفية الإسلامية في إرنست ويونغ يؤكد أن الأصول المالية الإسلامية سجلت 1,550,000,000,000 دولار في 2012. أهلا بكم. عدد المؤسسات المالية الإسلامية بلغ أكثر من 300 مؤسسة تنتشر في أكثر من 75 دولة، منها 111 شركة تكافل إسلامية، وهناك أيضا نحو 318 صندوقا استثماريا متوافق مع أحكام الشريعة، بالإضافة إلى إدارة إصدارات صكوك إسلامية تجاوزت خلال النصف الثاني من 2012 82 مليار دولار. التقرير التالي والتفاصيل. عدد المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم بلغ أكثر من 300 مؤسسة، منها 111 شركة تأمين تكافلي إسلامية تنتشر في أكثر من 75 دولة. إضافة إلى هذا، فهناك نحو 318 صندوقا استثماريا متوافقا مع الشريعة الإسلامية تدير أصولا تربو على 300 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى إدارة إصدارات صكوك إسلامية تجاوزت خلال النصف الثاني من 2012 82 مليار دولار. وسجل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نموا كبيرا، حيث حقق أبرز 20 مصرفا إسلاميا نموا قدره 16% خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما برزت المملكة العربية السعودية كأكبر سوق للأصول الإسلامية، تليها ماليزيا والإمارات. ويمتلك أبرز 20 مصرفا إسلاميا 57% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، وهي تتركز في الأسواق السبع الأساسية لقطاع الأعمال المصرفية الإسلامية، والتي تشمل كلا من السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، ماليزيا وتركيا. مشاهدينا، والآن إلى ملف حلقة هذا الأسبوع، وهو عن المشتقات المالية والأحكام الشرعية بشأنها والمحاذير التي قد تكتنف هذه المشتقات. وللحديث عن هذا الموضوع معنا من الرياض الأستاذ أحمد عبد الرحمن القايدي، كبير مدراء البحث والتطوير في المجموعة الشرعية لشركة جدوى للاستثمار. أستاذ أحمد، بداية نرحب بك في سي أم بي سي عربية. نعتلمون يعني هناك أمور عديدة فيما يتعلق بموضوع المشتقات المالية، وقد جرى الحديث عنها بشكل كبير جدا خاصة في الأزمة المالية العالمية، لكن إذا ما أخذنا الموضوع من ناحية شرعية، بداية هل من الممكن أن نبسط للمشاهد الكريم المشتقات المالية ما هي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخي رياض، المشتقات المالية ليست عقود جديدة مستحدثة، ولكنها عقود قديمة، وتطلق ويراد بها العقود التحوط والعقود التي يحتمى منها من المخاطر التي توجد في السوق. لكن باختصار هي العقود التي يتم نقل فيها المخاطر من المالك السلعة إلى الطرف الآخر. فأي عقد استثماري يتم نقل فيه هذه المخاطرة من طرف إلى آخر تسمى المشتقات المالية. وهذه المشتقات المالية كثيرة ومتنوعة، لكن الأصل فيها أنه يحتمى بها من تذبذبات السوق ومن الخسارة أو الخطر الذي قد يرد على المنتج. لكن من الغريب أستاذ أحمد، يعني هذه المنتجات، هذه المشتقات، يعني القصد منها أو الغرض منها إدارة المخاطر، التحوط من تقلبات الأسعار، لكن يبدو أن هناك خلل حدث في الأمر وتحولت هذه إلى سبب لمشكلة كبيرة في 2008. لا شك يا أخ رياض أن المشتقات في الأصل هي للاحتماء من المخاطر التي قد تقع، لكن إذا وظفت هذه المشتقات في المضاربات والمجازفات التي تحصل في السوق وتحصل بالاستثمار وبيع هذه المشتقات من طرف إلى آخر للأخذ عن فروق الأسعار فقط، فالآن أصبحت هذه المشتقات هي بحد ذاتها خطر تؤثر على المصرفية الإسلامية. فأصل الفكرة أن المشتقات المالية تساعد في تقليل المخاطر قدر الاستطاعة، وهذا المطلب هو من مقاصد الشريعة الإسلامية، لأن حفظ المال من التغير و حفظ المال من هلاكه أو من خسارته هو مقصد شرعي. لكن المشكلة تكمن عندما تكون
هذه المشتقات بعينها يتم فيها المضاربات الوهمية، ويتم فيها تبادل هذه الأوراق المالية حتى يحتمى بها من أصول معينة، فتصبح هي ذات المشتقات هي نفسها خطر من المخاطر التي يكتنف المصرفية الإسلامية. ولذلك الشريعة الإسلامية جاءت بالتحذير من هذه المشتقات إذا وظفت بالطريقة الخطأ، مع اعترافنا أن المشتقات المالية ما زالت مهمة لكثير من الأسواق المالية، فكثير من المؤسسات والشركات ما زالت تريد أن تطبق فكرة شرعية مناسبة للاحتماء من مخاطرها. ما هو الحكم الشرعي فيما يتعلق بالمشتقات المالية؟ هل هو هناك حكم واحد مطبق على جميع المنتجات، أم يجب أن نأخذ كل منتج على حدة ونطبق عليه الأحكام؟ المشتقات المالية ليست بشكل واحد فننتظمها بحكم واحد، لكن لذلك كل مشتق أو كل أداة من الأداة المالية هذه لها حكم خاص فيها. لكن أبرز الإشكالات نلخصها في قضيتين. القضية الأولى أن التطبيق خطأ، فعندما يريد شخص معين أو مستثمر معين أن يحتمي بورقة مالية ويفصل الخطر عن الملكية، المفترض أن يأخذها من هو قادر على تحمل هذا الخطر، وبالتالي إذا هو قادر على تحمل الخطر هو أيضا قادر على أن يأخذ الربح الناتج عن هذا التحمل. لكن عندما يكون هناك استثمار وإرادة لأخذ هذا المبلغ وفروق الأسعار والاستفادة فقط من فروق الأسعار، هنا يكمن الخطر. لماذا؟ لأن السلعة المعينة التي يمثلها سهم أو صك أو شيء معين من هذه الاستثمارات سيكون عليها جبال من التداول وجبال من المديونيات، وكل مستثمر يريد الفرق من السعر. ولذلك وهذا يجعلنا في كثير من الإحصائيات أن أكثر من 99% من العقود المشتقات لا يتم فيها التسليم الفعلي، وإنما يتم فيها التصفية، وهذا يدل أنه أكثر المشتقات لا يريدون العملاء والمستهلكين حقيقة نقل المخاطر مثل ما يريدون الفرق الأسعار. يعني هذا هو أحد الأسئلة. نعم لو سمحت، هذا هو أحد الأسئلة فيما يتعلق بالصفقات الوهمية، ويبدو أن هذا أحد المحاذير. هناك تقريبا أكثر من 4 محاذير فيما يتعلق بهذه المنتجات، منها هي الصفقات الوهمية. لكن أتحدثنا عن أحد هذه المحاذير فيما يتعلق ب يعني إشكالية وجود الغرر في هذا العقد. نعم، من المحاذير أيضا أن أغلب المشتقات المالية أو الأدوات التي تستخدم لا يتم فيها بيع سلعة حقيقية، وإنما يبيع شيء وهمي مثل الاختيارات، فداخل تحت نهي النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. فإذا باع الإنسان شيئا لا يملكه دخل في الغرر، وهذا واضح جليا في المشتقات في الخيارات، وواضح أيضا في المستقبليات الفيوتشرز. ففي الخيارات أعطيه جزء من المبلغ ويسمى رسما، بحيث أنه بعد فترة معينة إذا ارتفع سعر السهم كان لي الحق أن أشتري هذا السهم. ولاحظ أن المعقود عليه هنا حق وليس مالا وليس سلعة أو وليس شيئا محسوسا، وإنما حق، وهذا من أبرز أنواع. كذلك الغرر موجود في المستقبليات، عندما يتم لابد من خسارة أحد الطرفين على حساب الآخر، فلا يوجد تملك أو تبادل حقيقي للسلعة، وإنما إذا كسب شخص الطرف الأول لابد من خسارة الطرف الثاني، وهذا هو عين الغرر المنهي عنه في النصوص المتواترة من السنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أيضا محاذير أخرى تتعلق فيما يتعلق بالمشتقات، تباع أيضا حتى قبل القبض. هذه من الإشكالات التي وضحت أيضا في السواب أجريمنت، إنه الكثير من السلع قبل أن تقبض السلعة إذا أخذت مسار محدد أو أخذت وقت معين بعد مستقبلي، فقبل أن يتم القبض في هذا التاريخ يتم التداول على هذه الورقة المالية، وهذا هو بيع لشيء لم يتم قبضه حتى الآن، وهذا من الأخطاء التي توجد في المصرفية التقليدية. وهذا حله سهل جدا في المصرفية الإسلامية، وهو أن يكون البيع والتبادل مساويا تماما للنشاط الحقيقي المولد للثروة، فلا بد أن يكون أي سلعة مقابلة لها نشاط حقيقي، بحيث وهذا الشيء لا يضبط إلا بالتملك الحقيقي، وفي المقابل لا يضبط إلا أن يكون لا يتم هذا البيع حتى يتم القبض التام أو الحكمي على بعض المنتجات والأدوات المالية. فيما يتعلق بتأجيل البلد
البدلين، وهو أحد المحاذير التي تم الحديث عنها فيما يتعلق في موضوع المشتقات المالية؟ تأجير البدلين هو مشابه لبيع الشيء قبل قبضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو أن يتأجل كلا البدلين الثمن والمثمن، أن يتأجل كلا هذه الشيئين في المستقبل، وهذا واضح في الخيارات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التأجيل. ولكن موجود في بعض الصيغ الإسلامية مثل السلم والاستصناع أن يعجل رأس المال وأن تصبح السلعة متأخرة، لكن إذا أن تصبح السلعة الثمن والمثمن كلاهما في المستقبل، ففي الحقيقة لم أضف أي شيء جديد في السلع أو في النشاط الاقتصادي، وإنما أضفت وعود وهمية ليس لها أثر على الواقع. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين وأي الكالئ بالكالئ. هل هناك إمكانية لتطبيق هذه المشتقات على المصارف الإسلامية؟ لماذا حتى الآن المصارف نلحظ هناك نوع من التردد فيما يتعلق بالتوجه نحو هذا المشتقات أو المؤسسات المالية الإسلامية؟ يعني جزء من المشاكل في المشتقات المالية عدم وجود آلية مرتبطة باحتياجات السوق والأسواق المالية، وعدم وجود بيئة حاضنة لفكرة المشتقات المالية بشكل عام. نعم المشتقات المالية لها تجربة كانت إلى حد ما سيئة في الأسواق الأمريكية، وأدت إلى خسائر وهزات وانهيارات متتالية، لكن ما زال هناك مساحة معينة من الأدوات المالية الشرعية التي يمكن أن تتحور وتتبدل بما يتلائم مع السوق ومع احتياجات المستثمرين. هل تقصد بدائل شرعية بذلك؟ لا أقصد بدائل شرعية بالشكل الحرفي، ليس بالضرورة أن نأتي ببديل شرعي حرفي لكل منتج تقليدي، فالمقاصد الشرعية للمنتجات الشرعية مختلفة شيئا عن المنتجات التقليدية، ولكن بدائل شرعية تتعلق ببيع الأربون فهو بديل مشابه للاختيارات، كذلك السلم والاستصناع كلاهما بدائل شرعية مناسبة إذا أحسن توظيفها، وإذا كانت ضمن بيئة حاضنة تشريعية وقانونية تكفل الحقوق الكاملة للمستثمر والمؤسسة المالية، وأيضا لها أثر مناسب للأسواق المالية. على سبيل المثال الرهن العقاري، عندما تم إصدار نظام الرهن العقاري تم تفادي فيه كثير من الأخطاء وكثير من الأشياء التي قد تضر المصرفية أو يضر السوق، فجعلوا هناك قيود قوية جدا تساعد على أن يكون السوق وأن يحقق المشتق المالي الهدف من توزيع المخاطر بحيث لا تكون في جهة واحدة. نعم. أو يتأثر بها مصرف معين. أستاذ أحمد لو سمحت، لدينا أقل من دقيقة، يعني ماذا عن الدور المفترض من الممكن أن تقوم به هيئات الرقابة الشرعية فيما يتعلق بتطوير أدوات نقل المخاطر؟ الرقابة الشرعية والهيئات الشرعية ما زالت تدور حول المنتج الموجود البسيط في لكل منشأة معينة، ولم يكن هناك تكامل بين هذه المؤسسات المالية والرقابية والهيئات الشرعية. غالبا الهيئات الشرعية تنظر إلى المنتج الذي يعرض لها، فإذا كان المنتج مناسب قالت إنه هذا مناسب وأجازته، لكن ما نريده أن تتكاتف الجهود للهيئات الشرعية في البحث العلمي وفي النظر والتدقيق حتى يخرج لنا منتج مناسب. نعم. يتم تطبيقه من غير إشكالات قانونية ولا إشكالات تتعلق بالمخاطر ولا إشكالات تتعلق شرعية وأيضا من ناحية تطبيقية، وهذا ما حاولنا إن شاء الله نعمله في شركة جدوى. حاولنا نشر مذكرة مختصرة على المشتقات المالية، وستكون خطوات لاحقة. نعم. بأن نجمع المختصين بهذا الأمر حتى نخرج بمنتج مناسب أو على الأقل قابل للتطبيق. نعم. في الأسواق المالية. الأستاذ أحمد عبد الرحمن القايدي، كبير مدراء البحث والتطوير في المجموعة الشرعية لشركة جدوى الاستثمار من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال برنامج المرابحة. مستقبلنا بنك.
World leaders meet once again in Abu Dhabi from 15 to 17 January at the Abu Dhabi National Exhibition Center for the 6th Annual World Future Energy Summit, a world-class event hosted by Masdar. Over 30,000 attendees from 150 countries and more than 650 exhibiting companies dedicated to sustainable and renewable energy are expected to join 120 renowned speakers and 3,200 C-level delegates at this year's summit. Be part of it. Register now at worldfutureenergysummit.com. طوفان من المعلومات. تريد أن ترى الكثير وأن تعرف الكثير. تريد أن تكتشف وتتعلم وأن تفهم. مشوار طويل، خليني أمشي معك. أنا جول هوا وهذه حقيبتي، وما فيش أبسط من هيك. في حساب شخصي على شاشة CNBC عربية نطرح الأسئلة المالية والمصرفية التي تهمك أنت، ونأتيك بالمسؤولين والخبراء ليفسروا لك الغامض وليذللوا لك الصعب، وليأخذوا بيدك نحو علاقة أكثر ربحا وأمنا مع حسابك الشخصي مع راشد الفوزان على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية سيما السعودية للمعلومات الائتمانية. برعاية بنك بروة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد في مرابحة. نتساءل عن النظرة المستقبلية للمصارف الإسلامية في ظل تراجع معدلات ربحيتها، والدور الذي من الممكن أن تلعبه تلك المصارف في دول الربيع العربي وفتح آفاق للتوسع في دول شمال أفريقيا. يحدثنا عن هذا الموضوع إبراهيم بن خليفة الخليفة، رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. هو بطبيعة الحال الصناعة المصرفية عموما يعني في مخاض وتواجه كثير من التحديات، وأهمها هو تحديات بناء كفاية رأس المال من جهة للبنوك ذات رؤوس الأموال التي يعني تحتاج إلى إضافات وتعزيز، ومن جهة ثانية إلى بنوك تكلفة الكارين كوست لأموالها عالية. طبعا يمكن انك تلاحظوا بسهولة ان البنوك الإسلامية وبالأخص البنوك الإسلامية التي تملك قاعدة من الفروع والوداع تعيش في حالة من الرخاء نتيجة لتزايد الوداع عندها، ومثل ما انت بينت ان الصناعة المصرفية الإسلامية في تزايد مستمر، ولكن التحدي هو في وجود فرص استثمارية لتوظيف هذه المدخرات في استثمارات مجزية ومؤتية وشفافة وأيضا مأمونة. هذا الموضوع هو نتيجة لتوقف دوران حركة الاستثمار، هو ما أدى إلى هذا الأمر، وخصوصا الوقع سيكون أكبر على المؤسسات المالية الإسلامية التي لا تملك قاعدة وداع عريضة وكبيرة. وهذا الشيء يمكن تلاحظته أيضا في قولك، أن لما قلت أن البنوك التجارية تعيش في رخاء ويتبين أنها كأنها قد تجاوزت كل مشاكلها، وهذا حقيقي، لأن لو تنظر إلى مثلا القطاع المصارف التجارية في البحرين فقط، وهي بطبيعة الحال انعكاس لكل القطاع المصارف التجارية في كل دول مجلس التعاون، تجد عندها كمية هائلة من الودائع وتبحث ليل نهار عن فرص استثمارية مجزية وقطاعات أخرى. لماذا؟ لأن الأموال ما لم تذهب إلى هذا الأمر سوف تذهب إلى استثمارات في خارج هذه الدول، ولما تذهب إلى استثمارات خارجية أو ما يسمى صافي الموجودات الأجنبية في البنوك عائدها سيكون ماذا؟ متدني إلى حد بعيد، ولا يقاس بالأحد أو 2 أو 3%
وإنما يقاس بأرباع وثمن وسدس وما إلى ذلك. هذا هو المسألة، أن الوداع والكتلة النقدية الإسلامية في تزايد، فرص الاستثمار المتاحة في تناقص، القطاع اللي كانت تعمل فيه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية كان أغلبها في القطاع العقاري، وأنت كما تعرف أن هناك تشبع ضخم في القطاع العقاري، فوقفت المسألة عند هذا الحد. خلاصة القول أن النظرة المستقبلية للبنوك الإسلامية سلبية على هذا الأساس. أنا ما أقدر أقول لك إنه، لأن الدوران الاقتصادي يدور ويتحرك بسرعة وبقوة، تبقى هناك قطاعات كثيرة، قطاع الخدمات، قطاع التجارة، قطاع التصنيع، فقط أن هذه القنوات تفتح شيئا فشيئا، وخصوصا أيضا أن الحكومات في دولنا أو الدول في دولنا أو القطاع العام هو المشغل الأساسي للاقتصاد، وبالتالي هذا عمله الآن يعيش في أيضا في حالة فائض في كل الدول. ومثل ما رأيت في الميزانيات، أن الميزانية الاستثمارية في هذه الدول لا تصرف كلها، يعني هم يجاهدون قدر الإمكان لاستكمال كل المشاريع، ولكن في دولة مثل البحرين أغلب المشاريع الاستثمارية قد استكملت، لم يبقى عندهم، يمكن يبقى عندهم تطوير المطار. أريد أن ننتقل إلى موضوع آخر يا شيخ إبراهيم، وددت لو أعرف وجهة نظرك فيه، وهي مسألة دول الربيع العربي التي سيطر على معظمها حتى الآن تيارات الإسلام السياسي، وهذه التيارات تبنى الصرافة الإسلامية من حيث المبدأ. هل هذه الأسواق في دول الربيع العربي من الممكن أن تمثل فرص واعدة للبنوك الإسلامية؟ وعلى الجانب الآخر، هل البنوك الإسلامية قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وإضافة للمشهد الاقتصادي والمالي في دول الربيع العربي؟ نعم جدا نعم. هو بطبيعة الحال هذه الدول يجب أن نتذكر أنها دول إسلامية، وغالبية المواطنين فيها كلهم من المسلمين التواقين، ولأبعد حد أن تكون استثماراتهم وأوالهم تدار وتستثمر بحسب مقومات أو مبادئ الشريعة الإسلامية. ويكفي أن ندلل أن دول مثل ليبيا يعملون بقوة لاستصدار قانون ينظم العمل المصرفي الإسلامي في ليبيا، ويكون باكورة لإعطاء تراخيص للمؤسسات المالية الإسلامية. أيضا المغرب أعطت لأول ترخيص، أو أظن في طور إعطاء أول ترخيص لمصرف إسلامي. تونس أيضا عندها عاملين وتريد أن تضع قانونا ينظم عمل المؤسسات المالية الإسلامية، وغيرهم كلهم. يعني لماذا؟ لأن البنوك الإسلامية كانت الأنجح في حشد مدخرات المواطنين وتوظيفها داخل البلد. قال أشعر ناظم رئيس مركز تمييز الخدمات المصرفية الإسلامية في أرنست ويونغ أن الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم سجلت 1,550,000,000,000,000 في 2012، متوقعا أن يبلغ حجم تلك الأصول 2,000,000,000,000,000 في عام 2014. واعتبر أشعر أن مستويات الربحية في المصارف الإسلامية أقل من التقليدية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، وهو ما اعتبره من التحديات التي تواجه تلك المصارف على الرغم من النمو السريع. إن الصيرفة الإسلامية قد نمت نموا كبيرا، ولقد تجاوزت أيضا توقعات جميع المحللين خلال العام الماضي، وأيضا خلال عام 2012 نتوقع أن تكون الصيرفة الإسلامية عالميا أن تتجاوز 1.55 تريليون دولار، وأيضا بحلول عام 2014 نتوقع أن تصل الصناعة إلى 2,000,000,000,000 دولار، وهذا إلى حد ما شيء كبير. وفيما يتعلق بأكبر أسواق الأكثر نموا في هي المملكة العربية السعودية، وهي الأكبر كسوق إسلامية للصيرفة الإسلامية، وهناك ماليزيا والتي أيضا ودولة الإمارات نفسها وقطر التي تنمو نموا سريعا، وأيضا هناك تركيا والتي لديها الكثير من الحماسة فيما يتعلق بهذه السوق. وأيضا فيما يتعلق بهذا القطاع فإنه ينمو نموا كبيرا ونموا سريعا، وهناك تركيز على التحديات التي تواجه القطاع، وهي أيضا الربحية. فبالنظر إلى مستوى الربحية فهو إلى حد ما أقل، فإن الصرافة الإسلامية تصل بين 20% إلى 30% كنوع من الربحية الأقل من المصارف التقليدية، وهذا نوع من القلق الذي يواجه أو نسعى إلى مواجهته. كما اعتبر أشعر ناظم أن إصدارات الصكوك حتى الآن لم ترقى إلى مستوى الطلب الكبير، فالمعروض وصل إلى 300 مليار دولار في حين أن الطلب يصل إلى الضعف.
نعم، لقد كان هناك بالطبع الكثير من إصدارات السقوط خلال عام 2012 بطريقة قياسية، ولكن الطلب إلى حد ما يظل إلى حد ما ضعف المعروض، وأيضا إجمالي الطلب فيما يتعلق بأدوات السقوط يزيد من 300 مليار دولار من عام 2000 وإلى 9 مليارات، أي 3 مرات، وذلك بحلول عام 2017. وفيما يتعلق بالمعروض الخاص بهذه المنتجات في الأسواق، نحن نعتقد أن القطاع لديه بعض الحدود الهيكلية، وبالتالي فإن المعروض سوف يكون على أساس 50% من إجمالي الطلب. انتهت حلقة مرابحة لهذا الأسبوع، نتمنى أن نلقاكم الأسبوع المقبل وفي الموعد نفسه مع حلقة أخرى. وللتواصل معنا حول الاستفسارات والتعليقات، الرجاء المراسلة على البريد الإلكتروني مرابحة@cnbcعربية.com. وللإطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية وأيضا التطورات في القطاع المالي الإسلامي، زوروا موقعنا الإلكتروني cnbcعربية.com، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.